السلام عليكم وأهلا بكم بدرس جديد من العقيدة الإسلامية، الدنيا والآخرة. الدنيا هي حياتنا التي تبدأ بولادتنا وتنتهي بالموت، وهي دار فانية لا بقاء لها. الآخرة دار القرار والخلد الأبدي، وتبدأ بعد الموت ليحيى الإنسان، أما في جنة ونعيم وأما في نار وعذاب، كل بحسب عمله، فمن عمل صالحا وهو مؤمن استقر في جنات الله، ومن كفر بالله ومات على كفره كانت النار مصيره وآخرته. الجنة في يوم القيامة يحيي الله تعالى الموتى بقدرته، فهو من خلقهم أول مرة، وهو القادر وحده على أن يحييهم بعد موتهم ليحاسبهم على أعمالهم، فإن كانت أعمالهم الصالحة أكثر من السيئة أدخلهم الله جنته، فيدخل الله تعالى المؤمنين الجنة، وهي واسعة عرضها السماوات والأرض وجميلة جدا. وفي الجنة يجد المؤمنون البهجة والسرور وكل ما يتمنونه، لباسهم فيها من الحرير، وفيها زرع كريم، ولهم فيها كل ما يشتهون ويحبون من طعام وفاكهة لذيذة ولحم طير مما يشتهون، وفيها ولدان يخدمونهم ويقدمون لهم الشراب اللذيذ الطعم الممزوج بعطر الكافور في أوان جميلة وأنيقة، وهم جالسون على الأرائك. وفي الجنة أشجار تتدلى عليهم ثمارها وفواكهها ويظللهم ظلها، وليس في الجنة حر ولا برد، ففيها سعادة أبدية لا تفنى. النار إن الله تعالى غفور رحيم، فتح للناس باب التوبة عن الخطأ والمعصية، فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، لذا يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات، وهذه من رحمته العظيمة بالناس. والله تعالى قد حذر الناس من ناره وعقابه، لكن من أصر على الكفر والمنكر وكانت أعماله السيئة أكثر من الحسنة سيدخله الله نار جهنم الملتهبة جزاء أعماله السيئة، فالله عادل لا يظلم أحدا، إنما الإنسان يظلم نفسه بسوء أعماله. سبحان الله خالق كل شيء وله الحمد، اللهم أرزقنا الجنة وأبعدنا من النار. المناقشة سؤال: ما الفرق بين الحياة الدنيا والآخرة؟ الجواب: الفرق أن الدنيا هي حياتنا التي تبدأ بولادتنا وتنتهي بالموت، وهي دار فانية لا بقاء لها. الآخرة هي دار القرار والخلود الأبدي، وتبدأ بعد الموت ليحيى الإنسان، أما في جنة ونعيم وأما في نار وعذاب، كل بحسب عمله، فمن عمل صالحا وهو مؤمن استقر في جنات الله، ومن كفر بالله ومات على كفره كانت النار مصيره وآخرته. سؤال: ما دار الإنسان المؤمن يوم القيامة؟ الجواب: دار الإنسان المؤمن يوم القيامة هي الجنة. سؤال: ما دار الإنسان الكافر يوم القيامة؟ الجواب: دار الإنسان الكافر يوم القيامة هي النار، جزاء لما فعله من أعماله السيئة في الحياة الدنيا. سؤال: صف الجنة ونعيمها. يدخل الله تعالى المؤمنين الجنة، وهي واسعة عرضها السماوات والأرض وجميلة جدا. وفي الجنة يجد المؤمنون البهجة والسرور وكل ما يتمنونه، لباسهم فيها من الحرير، وفيها زرع كريم، ولهم فيها كل ما يشتهون ويحبون من طعام وفاكهة لذيذة ولحم طير مما يشتهون،
وفيها ولدان يخدمونهم ويقدمون لهم الشراب اللذيذ الطعم الممزوج بعطر الكافور في أوان جميلة وأنيقة، وهم جالسون على الأرائك. وفي الجنة أشجار تتدلى عليهم ثمارها وفواكهها ويظللهم ظلها، وليس في الجنة حر ولا برد، ففيها سعادة أبدية لا تفنى. سؤال: صف النار وعذابها. إن من أصر على الكفر والمنكر وكانت أعماله السيئة أكثر من الحسنة سيدخله الله نار جهنم الملتهبة جزاء أعماله السيئة، فالله عادل لا يظلم أحدا، إنما الإنسان يظلم نفسه بسوء أعماله. سؤال: ماذا نعمل لكي نكون من أهل الجنة؟ الجواب: لكي ينال الإنسان الجنة عليه أن يؤمن بالله الواحد الأحد، ويؤمن بما أمرنا به رسولنا الكريم من الصلاة والزكاة والصوم وغيرها من الأعمال الواجبة، وعلينا حسن المعاملة للآخرين وتجنب الأعمال السيئة التي نجازى عليها بالسيئات، وفعل الأعمال الحسنة التي نجازى عليها بالحسنات، ونتجنب الأعمال السيئة كالكذب والسرقة وغيرها من الأعمال لا ترضي الله سبحانه وتعالى. سؤال: لماذا يضاعف الله الحسنات ولا يضاعف السيئات؟ الجواب: لأن الله تعالى غفور رحيم، فتح للناس باب التوبة عن الخطأ والمعصية، فالله سبحانه وتعالى لطيف بعباده، لذا يضاعف الحسنات ولا يضاعف السيئات، وهذه من رحمته العظيمة بالناس.